اعرف ابرز الكليات المتاحه لطلاب المرحله الثانيه في التنسيق بعد ما سجل 235 الف طالب لرغبتهم. اهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون وطن في كل مكان، وخدمه اخباريه جديده ومتابعه مستمره طبعا للتنسيق. هو حاليا بعد نهايه الثانويه العامه واعلان النتيجه لا صوت يعلو فوق صوت طبعا مرحله التنسيق الثانيه. دكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعلن النهارده الخميس ان عدد الطلاب اللي تقدموا لتنسيق المرحله الثانيه للقبول بالجامعات وصل ل 235 الف طالب وطالبه على موقع التنسيق الالكتروني للعام الجامعي الجديد 2023 2024. والموقع اللي معرفوش بيتكتب بطريقه www.tanseeq.egypt.gov.eg. كلمه تنسيق بتتكتب tanseeq.egypt اللي هي egypt.gov.eg. ده الموقع الخاص بالتنسيق الالكتروني. واكد وزير التعليم العالي على جاهزيه كل معامل الحاسب الالي الموجوده والمتاحه في الجامعات الحكوميه كل يوم من 9 الصبح لحد 3 العصر. تقدر اي طالب في مرحله ثانيه يروح لمقر المعامل الحاسب الالي او الكمبيوتر، معمل الكمبيوتر في الكليات المختلفه والجامعات المختلفه طوال فتره التنسيق عشان يستقبلوا الطلاب ويساعدوهم على تقديم طبعا التنسيق بشكل الكتروني. استاذ السيد عطا المشرف العام على اعمال مكتب التنسيق أكد أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية، وده مستمر لحد يوم السبت اللي جاي إن شاء الله اللي هو هيكون تاريخه 19 أغسطس. وأكد أن في انتظام في سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. طبعا أكيد كلنا عارفين أن التنسيق المرحلة الثانية دخل اليوم الثالث، ومعامل التنسيق زي ما قلنا من شوية تبدأ تستقبل الطلاب من 9 الصبح ل 3 العصر كل يوم لاستقبال الطلاب وساعدهم على تقديم رغباتهم عن طريق التنسيق الالكتروني. والمرحله الثانيه مدتها 5 ايام، بدات يوم الثلاث 15 اغسطس مستمره لحد يوم السبت 19 اغسطس بحد ادنى 250 درجه في اكثر للشعبه العلميه، يعني بنسبه 60.98%. عدد الطلاب بالشعبه العلميه 259,445 طالب وطالبه، كمان بنسبة 238 درجة فأكثر لطلاب الشعبة الأدبية، يعني بنسبة 58.05%. بعد الطلاب بيوصل ل 90,688 طالب وطالبة، يعني مجموع المرحلة الثانية كاملة 350,133 طالب وطالبة. وزي ما قلنا لحد هذه اللحظة قدم 235,000، يعني عدينا النص كمان بمرحلة كبيرة. يتبقى حوالي 115,000 لسه معاهم النهاردة وبكرة ويوم السبت إن شاء الله. دكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي للوزاره اكد على ضروره استفاده الطلاب من الادله الارشاديه والتوضيحيه والفيديوهات كمان اللي اعدتها الاداره العامه للمكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي للوزاره عشان تساعد الطلاب طبعا ازاي يقدموا التنسيق بشكل دقيق وازاي يكتبوا رغباتهم بطريقه صحيحه. واكد كمان ان في امكانيه انك تعدل رغباتك لحد المرحله ما تخلص، يعني لو انت سجلت النهارده مش معنى كده التسجيل النهائي، لسه عندك النهارده وبكره وبعده، تقدر في اي وقت تخش تعدل ترتيب رغباتك. وقال كمان ان الطلاب ممكن يراجعوا الصفحه الرسميه للوزاره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه بالاضافه كمان للموقع الالكتروني عشان يشوفوا هذه الادله التوضيحيه من خلال حسابات وزاره التعليم العالي والبحث العلمي الموجوده على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، زي ما قلنا منها موقع الالكتروني للوزاره الخاصه بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، كمان حساب وزاره التعليم العالي والبحث العلمي على فيسبوك وانستجرام وتويتر ومنصه ثريدز، يعني موجودين على كل المنصات وموجوده فيها هذه الفيديوهات التوضيحيه. وزاره التعليم العالي والبحث العلمي اكدت ان في اماكن متاحه في الكليات لطلاب المرحله الثانيه من التنسيق سواء لطلاب الشعب العلميه والادبيه، منها كليه اقتصاد وعلوم سياسيه واعلام والسن وسياحه، سياحه وفنادق والطب البيطري والتمريض والحقوق والتجاره والاداب والخدمه الاجتماعيه والتربيه والحاسبات والمعلومات. تعالوا زي ما قلنا في بدايه هذه الخدمه الاخباريه نعرف ايه هي الكليات المتاحه، وكمان معانا المؤشرات الاولانيه المؤوليه، دي مؤشرات اوليه وليست مؤشرات نهائيه لتنسيق المرحله الثانيه لقبول الكليات. وخلينا نتفق مع بعض ان المؤشرات دي بتبقى مبدئيه وفقا للمجموع التكراري، لكن ربما طبعا رغبات الطلاب وان هو يكون في السنه دي رغبه في كليه ما فممكن يرفع التنسيق بتاعها، وممكن يكون في عزوف او ابتعاد عن كليه اخرى فالتنسيق بتاعها بيقل. لكن المؤشرات الاوليه بتقول ان كليات العلوم، في طبعا هنبدا بالشعبه العلميه علم علوم وعلم رياضه، ان كليه العلوم ممكن تقفل على 82.43%، كليه التمريض ممكن تكون الحد الادنى ليها 69.26%، كليه الزراعه 68.29%، كليه الطب البيطري 86.82%، كليه حاسبات ومعلومات 87.7%،
كليه الاعلام بالنسبه للطلاب العلمي 68.4%، اقتصاد وعلوم سياسيه بالنسبه للشعبه العلميه برضو 83.41%. تعالوا نروح لمؤشرات ابرز الكليات اللي فاضله في الشعبه الادبيه. كليه حقوق جامعه اسكندريه 63.9%، اداب جامعه سوهاج 62.92%، حقوق جامعه حلوان 62.92%، اداب جامعه المنيا 62.92%، سياحه وفنادق السادات 60%، دار العلوم جامعه الفيوم 61.95%. وبنأكد مرة تانية دي مجرد مؤشرات أولية، ربما تزيد ربما تقل حسب طبعا رغبات الطلاب والمجموع التكراري في المرحلة التانية. كل طلاب المرحلة التانية يقدروا يدخلوا على موقع التنسيق الإلكتروني اللي بيستمر في استقبال رغباتهم أو تسجيل رغبات الطلاب الخاصة بالمرحلة التانية للتنسيق لحد مساء يوم السبت إن شاء الله 19 أغسطس الجاري، يقدموا رغباتهم بالترتيب اللي هم شايفينه الأنسب ليهم، ويستفيدوا زي ما قلنا من شوية من الفيديوهات التوضيحية الموجودة على المنصات المختلفة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أكيد بنتمنى لكم التوفيق في المرحلة الجديدة من حياتكم بعد ما خلصتوا الثانوية وهتخشوا إن شاء الله مرحلة الدراسة الجامعية. لحد هنا انتهت خدمتنا الإخبارية، وانتظرونا في خدمات إخبارية جديدة خلال الساعات اللي جاية. شكرا جزيلا لكم.